السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في حلقة جديدة من سندان تست درايف. أنا محمود الرواحي واليوم معانا اللكسس ES350. طبعا تعتبر اللكسس الـ ES الفئة المتوسطة من لكسس سيدان، وتجي أكبر من الـ IS اللي سبق استعرضناها في الحلقة الأولى من البرنامج، وكذلك هي أصغر من الـ LS. اللكسس ES من السيارات اللي اكتسبت شعبية كبيرة بين الناس، والسبب يعود إلى أنها جمعت بين الفخامة والاعتمادية. طبعا المحرك اللي فيه هو نفس المحرك اللي موجود في الكامري 6 سلندر، وكما نعرف أن الكامري هي من أكثر السيارات الاعتمادية في العالم، ولكن مع اللكسس حصل فخامة وعزل أفضل، وكذلك راحة في القيادة، وحتى سميوها أصلا كامري الشيوخ. اللكسس اللي معانا اليوم هي 6 سلندر 3.5 سعة المحرك، تولد قوة 306 حصان تسارع. خلونا نشوفه مع بعض، نحطه على سبورت مود وندوس. وكعادة سيارات لكسس الجديدة فيها مثبت سرعة، وكذلك رادار أمامي، والخروج عن المسار، والنقطة العمياء، والأوتو بارك هولد، وكذلك حساسات أمامية وخلفية، وكذلك فيها تحكم بالجير من المقود أو الشفترات. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، ترقبونا مع حلقات أخرى بإذن الله. إلى اللقاء.